السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ممتاز جدا اسمه ميرو miro.com. ده بتلاقي فيه حاجات جاهزة، بورد جاهزة تنظم بيها الشغل بتاعك، فيه تمبليت لحاجات كتير قوي زي مثلا بروجكت كيك اوف، في اوكي ار، في ذا واي وي ورك، في برين رايتنج، في برين ستورم، في مايند ماب، في فلوت شارت، في حاجات كتير جدا. تقدر تختار اي حاجة بتراح شوية. انا اختار مثلا دي عشان دي لسه نازلة جديدة ما جربتهاش. بيبدأ يفتح لك حاجة بالشكل دوت، فبتبدأ بقى تحط مثلا الأفكار الخاصة بالكونتينيو، الحاجات الخاصة بالستوب، بالأكت، بالإنفنت. تقدر تحط تكتب فيهم اللي أنت عايزه، تقدر تحط فيه أفكار بتاعتك، وتقدر إن أنت تشاركها مع الأصدقاء. تقدر تحط أكتر من حاجة، ممكن تعمل كتابات، ممكن تعمل لينك، ممكن تغير اللون وهكذا، ممكن تضيف سويتش تايب تخليها مثلا بالشكل دوت. دي الفكرة كلها، ان انت بتنظم الافكار وتقدر تعمل شير مع اكتر من حد، بحيث ان انتوا تتبادلوا الافكار في نفس الوقت. تمام، بحيث ان كل واحد يحط الفكرة، واحد يقول لا ده انا عايز اضيف حاجات مثلا، هتقف في حاجات عايزين نكمل فيها وهكذا. تعال نشوف حاجة تانية مثلا، مايند ماب. هو بيديك حاجات جاهزة تمبليت وانت تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. مايند ماب بيحط فكرة رئيسية وتحط بقى الافكار الفرعية. مثلا فكرة رئيسية مثلا ان احنا هننظم رحلة مثلا او حفلة مثلا. تمام، فبتقدر تحط بقى الافكار يمين وشمال، مثلا التورتة، القهوة، طبعا اي حاجة يعني. طبعا كل واحد بيكتب الحاجة الخاصة بيه مثلا. تمام، الحاجات الفرعية بقى من كل واحدة من دول بتبدأ تعمل علامة زائد وتشوف مثلا البن، السكر، لو انت تعمل سكر، الماء. تمام، ايه اللي تاني ممكن تحط؟ انا مش عايز احط سكر، عايز اخليها سادة. الكنكة. تمام، فالفكرة كلها ان انت بتنظم الافكار بتاعتك ومعاك ناس تانية، وممكن تبقوا عاملين زي ميتنج، زوم ميتنج، فتبدأوا كل واحد يزود الافكار زي ما هو عايز، ويديك ادوات كتيرة جدا تساعدك في الشرح.